تعالوا نشوف مقاديري. عندي هنا مكرونه اللي هي الشرايط العريضه، هكون مقطعاها بالشكل ده، بصوا بنقطعها صغير كده علشان اقدر ان انا احطها مع الشوربه وتبقى سهله في الاكل. مكرونه شرايط وبقطعها التقطيعه دي. عندي كريمه الطهي، مرقه الخضروات اللي هي الشوربه، عندي صدور الفراخ المخلي المسلوق اهي، عندنا كمان الكرفس، الثوم، عدس اسود مسلوق، العدس ده حبيب الشتا بتاعنا، والنشا مع البقدونس. تعالوا نشوف اول حاجه انا هعملها دلوقتي، هي هجيب الحله بتاعتي هحط فيها شوية زيت. أنا بكون مسخنة الحلة علشان تاخد إيه أهو كده، هحط فيها شوية زيت أهو، الحاجة تنزل فيها تلاقوا إيه. هحط الكرفس بتاعي، أيوة أهو، والخضرة الجميلة وهحط الثوم، معلقه من الثوم، معلقه صغيره، وايه بنقلب بقى تقليبه حلوه، وبقوم منزله العدس بتاعي ياخد تشويحه حلوه كده. بصوا الجمال والحلاوه، الله الله الله. طبعا عايزه اقول لكم طعمها بيكون قد ايه جميل. وهجيب المكرونه بتاعتي وهنزلها تاخد برضو تشويحه، دي من الشرب اللي هي كانها ايه طبق كامل متكامل، انا مش محتاجه اعمل معاه حاجه خالص، كله ايه ياكل صوابع وراه. هنزل بقى معاها الشوربه بتاعتي اهو كده اهو، شوفوا بقى الجمال والحلاوه كده، تاخد غلوتين مع الكريمه كده، كوباية من الكريمة مع الشوربة بتاعتي اهو كده. وايه تعالوا بقى نقطع، خلي بالكوا كل حاجة مستوية، يعني انا سلقة المكرونة وسلقة العدس والسلقة الفراخ، يعني الحاجة مستوية، انا بس بديها تشويحة حلوة وايه ونظبط الطعم بتاعها مع بعض. يلا هنزل بقى هنا كده اهو، الفراخ بتاعتي نزلت كده، الشوربة عندي جاهزة. بصوا الجمال والحلاوة، شوربة جميلة جدا جدا جدا. لو انا عايزة اتقلها شوية هزود النشا، بس انا شايفة ان بصوا كده مش محتاجة ان انا اتقلها خالص، بالعكس انا بس اللي ممكن اعمله ان انا هديها رشة من الملح